احد الاخوان اللي سال قال كثره الظهور، شيخ احمد ناوي على العوده للاتحاد؟ لا والله كثره الظهور وانت عارف ايش كثر طلبتوني وما أرشد. لكن قالوا أرشد. ليش وكذا اي اذا اخذ دعم من الشيخ طلال اروح له ارجع للاتحاد. ايش تبي من الشيخ طلال دعم؟ ابي دعم التسعوديه جمعيه العموميه. خلي الشيخ طلال هو يزكيني وابشر بالخير وشوف الدوري وشوف النتائج وشوف كذا، وما بي من الهيئه ولا فلس. ما تبي ولا فلس ولا دينار، وانا عند كلامي ولا ابي، وراح يكون عندي فائض مالي. بالعلم الشيخ سلمان مو موجود، ترى انا كاتب كتاب مجلس اداره الاتحاد الاخير، كتبنا النقل التلفزيوني ضعفوا الاثنين، ترى اليوم المباراه كل واحده منقوله 4000 صحيح، باليوم لعبتين صح، ايامنا كان 1200 صحيح، زين اليوم صار الضعف، المنتخب ازيد وازيد، نهائي كاس الامير كاس والعهد ازيد، فميزانيه فوق المليون دينار النقل التلفزيوني قاعد يذهب. هذا غير عقد ابو ظبي. لا لا غير ابو ظبي، غير الكاس، توقف عقد ابو ظبي، غير الشاهد، توقف عقد ابو ظبي، غير الشاهد، توقف الشاهد، والكل ما عندنا شيء وياه، ما عندنا، لا ما عندنا شيء، بلى ما عندنا شيء في عقد مع قناه الشاهد والعمر تطلع عينه. ليش تطلع هي؟ لحظه تاخذ هي تسوق حق الكاس ابو ظبي، اخذت من عندنا طال عمرك بعض المباريات الموسم السابق المهمه.